قدرة إنتاج الموية المحلات في السعودية يومياً ضعف قدرة أمريكا وروسيا والصين مجتمعين. خلني أقول لك قصة تحلية المياه، كيف السعودية صارت أكبر دولة منتجة للموية المحلات في العالم. فكرة أن الإنسان يشرب من موية البحر موجودة من وجود الإنسان على كوكب الأرض، وهو الشيء البديهي كون البحر مصدر متجدد للموية. مشكلة هذا المصدر أن مويته ما يمدي تنشرب بشكل مباشر، فبتحتاج للتحلية عشان يقدر يشربها الإنسان. وأول ذكر لتحلية المياه كان قبل أكثر من 2000 سنة، تحديدا في مخطوطة الأرسطو، وهو يشرح فكرة فصل الأملاح عن موية البحر. نفس هذه الفكرة شرحها بالتفصيل العالم البريطاني روبرت بويل في سنة 1674، لكن ما حد خذ كلامه وطبقه تطبيق فعلي. وكانت الموية اللي تستخدم وتنشرب تجي بس من الآبار والأنهار والوديان وغيرها من مصادر الموية الطبيعية. وهذا الوضع استمر إلى سنة 1869 بعد ما سوى بريطانيا في اليمن أكبر مشروع لتحلية المياه وقتها عشان تستزيد منه السفن البريطانية اللي بتمر من عند البحر الأحمر. أما مشروع تحلية المياه في السعودية فهو بدأ من حوالي 100 سنة بأول نموذج للتحلية، واللي هو الكنداسة، وهي كانت تفصل الملح عن موية البحر عبر تبخير هذه الموية بالفحم الحجري. بس وقفنا نستخدم هذا النموذج لأنه ضرره على البيئة كبير وكفاءته قليلة. بالمقابل الحل الأمثل صار في نموذج مختلف صرنا نستخدمه الحين في السعودية، وهي تقنية RO لتحلية المياه. يوم أقول تحلية المياه فأكيد الفكرة مو بني جالس أخلي الموية حالية. عشان تستوعبها معي، أنت الحين فتحت الموية عندك في البيت. الموية هذه عشان تجيك فهي مرت برحلة طويلة جدا. تبدأ هذه الرحلة من البحر يوم تجي منه الموية وتدخل جوا تقنية RO لتحلية المياه اللي قلتها لك قبل شوي، وتمر الموية في ثلاث مراحل. أول شيء تتفلتر من الشوائب الكبيرة اللي ممكن تكون موجودة في الموية مثل الطحالب والأسماك والسلاحف، ثم بعدها تروح للمرحلة الثانية وهي فلترة العناصر الصغيرة. بعدها يزال الملح بعد ما يتعرض لضغط عالي جدا. ثم في المرحلة الأخيرة تنضاف الأملاح وكم عنصر ثاني، واللي هم الصوديوم والكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم، واللي هي عناصر مفيدة لصحة الإنسان. بعدها تطلع لك موية محلات صالحة للاستخدام. بس اصبر، للحين ما خلصت الرحلة. هذه الموية المحلات تروح الأنابيب تحت وفوق الأرض من البحر لكل مدن السعودية. مجموع طول هذه الأنابيب هو أكثر من 14,000 كيلومتر، وهي الأنابيب الأطول في العالم لنقل المياه. يعني عشان تستوعب طولها فهو يعادل عرض كوكب الأرض. بعد هذه الموية تتخزن في خزانات ضخمة هي اللي تشوفها لين مسكت خط على حدود المدن. هذه الخزانات متصلة كذلك بأنابيب أصغر موجودة في كل مدن السعودية. الأنابيب الصغيرة هي اللي توصل لبيتكم وتوصل لك الموية. تتصدر السعودية صناعة تحلية المياه على المستوى العالمي. هذا المشروع الضخم نتاج عمل أكثر من 100 سنة في السعودية لتحلية المياه، من أول نموذج للتحلية واللي هو الكنداسة إلى كل آليات تحلية المياه المنتشرة في المملكة، واللي خلت السعودية أكبر دولة تنتج موية محلات في العالم. في المرة الجاية لين جيت تستخدم الموية تذكر أنها مرت بكل هذه الرحلة.